يقول السائل: ما الواجب على الإخوة الوافدين الذين يحضرون هذه الدروس المباركة بالتوحيد من ناحية ما يرونه في بلادهم إذا ذهبوا من مظاهر الشرك والسحر وغير ذلك؟ عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، عليهم أن ينشروا العلم ويهتدي من يريد الله جل وعلا له الخير، وتقوم الحجة على المعاند والمعارض. نعم.